تمام، الحمد لله على السلامة. طمنا عليك، وكيف الإصابة؟ حرمتنا الإصابة منك من وقت ماتش لبنان. أول شيء الحمد لله على كل حال، الحمد لله قدرت أرجع اليوم للتمارين. طبعا الحين وصلنا في نقطة بعيدة في البطولة، هاي طبعا تكون النقطة الأصعب، وإن شاء الله إحنا راح نكون جاهزين لها إن شاء الله بإذن الله، وراح نقدم فيها أداء طيب في المباراة الجاية إن شاء الله. أوزبكستان عقدة لقطر في كأس آسيا، في المباراة الودية الدولية دائما بتفوز على قطر، الوضع هيكون إيه في ماتش السابق؟ هل المباراة بتكون مختلفة إن شاء الله؟ طبعا إحنا أهدافنا كبيرة، طموحاتنا أكثر، بنروح بعيد في البطولة بين أرضنا وجماهيرنا، وإن شاء الله راح نقدم أداء طيب، وإن شاء الله راح نكسر هالعقدة إن شاء الله. الروح في المنتخب عاملة إزاي؟ شايفين ما شاء الله حاسين بأجواء 2019 موجودة في السنة دي؟ يمكن تقول الأجواء أحسن من 2019. الأجواء طبعا أجواء جميلة، أجواء كلنا مع بعض على قلب واحد، هاي أهم شيء في الفريق، وإن شاء الله راح نكمل على نفس الموال إن شاء الله، والمباراة الجاية إن شاء الله راح تكون مباراة صعبة، بس إن شاء الله راح نسهلها علينا إن شاء الله. رسالة للجمهور، نتمنى حضورهم إن شاء الله ومواجهتنا، لأن دعمهم بالنسبة لنا يعتبر دعم قوي، وإن شاء الله راح نبيض وجوههم إن شاء الله في المباراة إن شاء الله.